ونبدأ بقى أولى فقراتنا بعين تاني. ورجعنا لكم وبداية فقراتنا، ولأننا بنشوف كل حاجة بعين تانية، معانا النهاردة أمور شفناها بعين تانية. أولها جدول الدوري اللي تم الإعلان عنه لإدارة جديدة بيتولى رئاسة لجنة المسابقات أستاذ مازن مرزوق. نتمنى يكون في انتظام، ونتمنى يا أسامة نشوف الدوري بشكل مختلف عن المواسم السابقة، من حيث بقى التأجيلات وكل المشاكل اللي كانت بتحصل نتجنبها. بداية النادي الأهلي على الأقل المواجهات الأربعة الأولى اللي أنا شايفها نسبيا جيدة جدا، المقصة، غزل المحلة الصاعد، الاتحاد السكندري، الجولة الرابعة عندنا الزمالك، وحسنا فعلوا أن أخيرا يا أسامة مباراة النادي الأهلي والزمالك ما بتتحطش في ميعاد محدد، يكون في آخر الدور الأول أو في آخر الدور الثاني، لأن هي حرفيا كانت بتقتل متعة البطولة، وبالنسبة لي كنت بحس إن إحنا بنعمل حاجة مش موجودة على مستوى العالم يا أسامة. هو الحقيقة فارس يعني ده مش ده اول موسم يحسب للجنه الخماسيه، ده الموسم الثاني على التوالي، وتقريبا احنا كنا بنتكلم عن فكره الاسبوع الاخير، نقلوها المره دي للاسبوع الرابع ثاني مره على التوالي. بس نتمنى في هذه المره ان المباراه يعني لا تؤجل لاي سبب من الاسباب. طبعا عندنا بعد كده من الجوله التاسعه تقريبا مواجهات صعبه جدا، لكن ان شاء الله نادي الاهلي حريص كل الحرص ان هو دايما بيدخل بطوله الدوري وهو عينه على لقب البطوله، لانها البطوله المحببه لجماهير النادي الاهلي. لكن مش بس كان جدول الدوري اللي تم اعلانه، ايضا شعار يعني لقى كثير من الجدل على السوشيال ميديا، شعار الدوري المصري. حابين نقول ان الفكره كانت كويسه جدا ان انت الدوري بتاعك يكون ليه لوجو او له شعار زي الدوريات العالميه، ولكن الحقيقه يعني كان لو استعرضنا الشعار كان في بعض التعليقات كثيره جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، من فكره انت بتربط فيه شبه طبعا من دوريات اخرى، ولكن حتى فكره لو انت بتستخدم ابو الهول يعني كان ليه الحزن، يعني ليه الحزن احنا راجل متغاضي عن اي حاجه بتحصل، راجل مغمض عينيه، واحنا عايزين دايما يعني تبقى العين مفتحه تماما من كل المسؤولين عن كره القدم. وبالتالي يعني كان المفروض من وجهه نظرنا طبعا او من وجهه نظري اعتقد فارس بيتفق معايا ان اللوجو يعني كان فيه بعض الكلام كتير عن السوشيال على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن في النهايه هي خطوه موفقه يا فارس. أنا لا مش موفقه لا أنا لا مش اللوجو اللي خطوه موفقه، الفكره ان انت خلاص بتعمل للدوري شعار، وده مهم جدا. ولكن يعني ناس كتير قالت لو كنت طرحت ده على وسائل التواصل الاجتماعي وتلقيت رسائل من عندنا ناس شباب زي الفل، تصميمات مبهره بالظبط، تصميمات كان المفروض ده اللي يحصل. بص يا احمد، انا امبارح دخلوا عليا لقوني قلب اللوجو كده، عارف عادل امام لما كان بيشوف اللوحه، ونفسي افهم هو ايه المطلوب، يعني تحسه صاعد الى السماء. لا خاصه كمان في حاجه، هو اصلا ملوش علاقه بلوجو الاتحاد المصري لكره القدم، ده بقى مهم. الالوان الاساسيه يا احمد، حتى الالوان الاساسيه لشعار الاتحاد المصري مش شرط ان انت تقلد الفكره، ولكن زي ما احنا شايفين يا احمد كان عندك تعقيب على فكره بالظبط. انا بقول لك يعني بعيد خالص كل البعد عن اللوجو بتاع الاتحاد المصري لكره القدم، يعني حتى لو في محاوله للتقليد ومفيش مشكله، حتى لو في محاوله للتقليد، ولكن يعني لازم يكون بطريقتنا احنا وبتمصيرنا احنا للاحداث. فكره الفرعون الموف الحزين دي حاجه غريبه. بالظبط. احنا انا حسيت الموضوع مستوحى من فكره، بس ما جاتش صح، يعني قلشت شويه. نشوف شعار البريمير ليج الدوري الانجليزي، ولو لاحظنا مش شرط ان الالوان تكون هي، ولكن فكره الاسد الموجود على الشعار، فكره الالوان تقريبا نفس النسق حتى لو مش نفس اللون، على عكس تماما الاتحاد المصري اللي حتى فكره الهويه بتاعه العلم المصري بالوانه الاساسيه، لو رحنا لاغلب الدوريات هنلاقي فيها جزء من العلم الخاص بالدوله، على عكس التصميم ده اللي فيه حاجات كتير جدا غريبة. وفي اعتقادي ان الفكرة زي ما أسامة قال فكرة جيدة، بس ما كانتش الافضل في التنفيذ اطلاقا. ده طبعا زي ما قلنا شايفين تاني بيتعرض تاني، لكن بقى عندنا موضوع تاني يا فارس غير طبعا موضوع اللوجو. والحقيقة طبعا احنا بنشكر اللجنة الخماسية انها فكرت في اللوجو، وده قابل لتغيير في وقت ما،